بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في هذا الدرس من دروس إنفينتر 2016 سوف نتعرف على قائمة الربن موجودة كما تلاحظون في أعلى على أمر سويب Start two dimension to T sketch. نذهب إلى X Y plane. نرسم خط مستقيم بهذا الشكل، ثم خط مستقيم آخر بهذا الشكل لتكون الأبعاد هذه 10، نستخدم نساوي هذه مساوي إلى هذا المستقيم 13، هذه 10 هذا مساوي. نستخدم أيضا خاصية فلت، مثلا الراديوس 2 مليمتر، نضغط على هذا الخط المستقيم ونضغط على هذا المستقيم، تلاحظون أنه عملنا فلت ما بين المستقيمين بنصف قطر قيمته 2. الآن احنا رسمنا هذا الخط وهذا الخط وسوينا فلت ما بين الخطين. في لاحظ نذهب الى الاوريجين في مستوي اكس واي بلين، نخلي فيزيبلتي اوكي. الان فينيش سكتش، نحاول أن نرسم دائرة ولكن ليس في نفس هذا المستوى XY X Z plane أو XY plane، ولكن نذهب إلى البلين ونحدد هذه النقطة في نهاية هذا الخط المستقيم، ثم نخليها فيزيبلتي نحاول مرة أخرى هذه نيو سكتش، تلاحظون انه تقاطع المحور السيني مع المحور الصادي، نرسم دائرة في هذه النقطة لتكون قطرها مثلا 20 مليمتر او نخليها 10 مليمتر افضل، لان الكبير راح يصير 10 مليمتر، ثم فينش سكتش. نذهب الى سويب، حددنا هنا البروفايل، ثم نذهب الى الباث المسار، حددنا هذا المسار وبذلك حصلنا على هذا الشكل، نضغط OK حصلنا على هذا الشكل عن طريق أمر سويب. لو حاولنا العودة إلى السكتش 1 Edit Sketch، هذه الدائرة نحاول أن Edit Sketch، لو حاولنا أن تكون نصف القطر 4 Finish Sketch، تلاحظون أنه صغر عندي هذا الشكل. ممكن نروح إلى أمر Fillet نتعب الرابية 2 اوكي، وايضا فلت 2 ثم اوكي، اصبح عندي هذا الشكل. طبعا نقدر نجعل هذا المستوى غير مرئي، بذلك انجزنا امر سويب.
ممكن نأخذ مثال آخر ل نختار من التمبلت ماتريك ثم مليمتر وحدات القياس ثم ستارت تو دايمنشن نختار ايضا اكس واي بلين نختار خط مستقيم بهذا الشكل طوله مثلا 11 هذا الدايمنشن 11 وايضا هذا خليه يساوي هذا 11 نختار ايضا الفلت 2 او نقدر نختار مثلا 4 على سبيل المثال نقدر نغير الى 4 فينيش سكتش ثم نذهب الى البلان نحدد هذه النقطة ثم نيو سكتش ونرسم أيضا دائرة في المنتصف من هذه الدائرة مثلا 3 مليمتر فينيش سكتش ثم نذهب إلى سويب حدث عندي البروفايل مثل ما جاي تلاحظون باقي انه انا احدد طبعا انا اقدر احدد الباث الباث جايد سيرفيس جايد اند باث جايد رياض استخدم الباث حدد هذه تكون عندي هذا الشكل خلي بريمري هذا المستوي الآن ممكن أذهب إلى هذه الدائرة أولد مثل هذا سكتش جديد أجي أرسم دائرة أخرى في هذا المنتصف اللي تكون بهذا الشكل ثم سكتش فينش سكتش ثم أروح إلى إكسترود وأحاول أن تكون مثلا عندي الدستانس 10 مليمتر لو حبيت ان استخدم خاصية الميرر بعد ما انجز على سبيل المثال اذهب الى الفلت احددها 2 على سبيل المثال اريد استخدم خاصية الميرر بحيث انه هذا الشكل يكون موجود تحت هذه الدائرة اذهب الى السويب اذهب الى السكتش edit سكتش احاول ان ارسم مستقيم في منتصف المسافة هذه منتصف المسافة طبعا هنا الزاوية يجب ان تكون 45 اوكي فينيش سكتش ثم اذهب الى الاكسترود هذا خليه مرئي حتى خليه مرئي اكسترود ثم اغير من الاوتبوت من الصلد الى السيرفس اضغط على السيرفس اضغط على هذا المستقيم تلاحظون انه حصلت على سهم الى الاعلى تلاحظون هناك الكتابة out of range 0 اغيرها من 0 الى مثلا 10 او الى اي مقدار الى 14 كل ما اغير انه المستوى راح يرتفع الى اعلى الى 16 ثم كليك اوكي إذا حددت أنا الآن هذا المستوي هذا البلين اللي هو عبارة عن منتصف يقع في منتصف المسافة من هذه النقطة منتصف هذا الارك إلى هذه النقطة ومن منتصف الارك إلى هذه النقطة
الآن ممكن أن أعمل ميرر، أحدد الفيتشر وهو هذه، طبعا هذه كلها راح تحدد، ثم أحدد الميرر بلين. أنا أنشأت ميرر بلين، وبالتالي تلاحظون إنه تكون عندي هذا الشكل في الجانب الآخر. ممكن أيضا أغير من اللون لهذا الشكل ليكون مثلا بهذا الشكل، هذا اللون. وبذلك نكون قد وفينا في تقديم هذا الأمر سويب من خلال هذا الشكل الذي رسمناه قبل قليل، ومن خلال هذا البارت الذي رسمناه أيضا قبل دقائق. وممكن طبعا على الدايمنشن، ممكن أن نلغي الدايمنشن، ممكن أن نعود مرة أخرى إلى نغير الفيزيبلتي إلى نلغيها تكون غير مرئية. ممكن أيضا نخلي أيضا هذا المستوي غير مرئي. وبذلك أصبح هذا الشكل اللي تلاحظونه اللي ولدناه من خلال أمر السويب، واستخدمنا أيضا من خلال السكتش الفلت، واستخدمنا أيضا أمر الفلت في 3D موديل. نتمنى قد استفدتم من هذه الشرح لهذا الدرس عن كيفية استخدام السويب. تحياتي إليكم، معنا عبد المجيد إبراهيم.